بيتكشف، فبيجي في دماغه مخيلته اغنيه كده، ايه هي؟ بيعمل كده حلو، بيقعد يغني بقى: انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرحه. ما تظلمنيش كمش في ده، انا مش شافية، انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرحه. وانت يا دنيا مش فاكراني غير النار والجرحى. انا بتقطع من جوايا. كفايه كده كفايه. وانا وياك افطر متغطي وشاي حمل تقيل، نفسي يا دنيا تحن شويه، نفسي تحن مره عليا. ناخد الوضع المذيع، الفرق ما بين اي برنامج بتشوفه على التلفزيون دلوقتي على اي شبكه تلفزيون ثانيه وشبكه تلفزيون النهار، ان انت معانا كده بتبقى مبسوط. ناخد وضع المذيعين.